السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خليل من قناة تيك أب سكيل. في فيديو اليوم رح نحكي عن سطوع الشاشة وفوائد تعديله، وكمان رح نشوف كيف نقدر نتحكم فيه عن طريق الكيبورد أو بالويندوز. يلا نشوف. خلينا نحكي عن فوائد تعديل السطوع. أول شيء، لما السطوع بيكون منيح جودة الصورة بتتحسن. ثاني شيء، كمية السطوع المناسبة بتقلل إجهاد العين، وكمان لما نخفف السطوع هذا بيساعد انه البطارية تصرف اقل، وكتير بيكون مفيد اذا عم نستخدم اللابتوب بدون شاحن. كمان في حافظ بطن السطوع بشكل يتناسب مع الاضاءة اللي حوالينا، هذا كتير بيساعد انه نقدر نقرب من الشاشة بشكل اسهل وبشكل ما يتعب العين. اخر شيء، التحكم بالسطوع بيعطيه خصوصية، لانه في حال كان السطوع قليل اللي جنبك ما رح يقدر يشوف شو عم تعمل. اول طريقة حتى نقدر نعدل سطوع الشاشة هي عن طريق الكيبورد. نضغط على الزر FN أو Function اللي بيكون جنب الكنترول وجنب زر ويندوز، وبعدين نضغط على إشارة الشمس اللي هي محلها بيختلف حسب موديل اللابتوب. بالعادة بيكون تقويت السطوع وتضعيفه جنب بعض مثل الصورة. في حال ما اشتغلت زرين أبطل دور بموقع شركة اللابتوب عن تعريف اسمه Hot Key Driver. تقدر تقترح موضوع الحلقة الجاي، أو إذا عندك مشكلة تقنية وحابب نحكي عنها، وكمان تقدر تحط سؤالك لحلقة سؤال وجواب. إذا وصلت لهي المرحلة من الفيديو بتمنى تعمل لايك للفيديو لأنه فعلا بيساعد. ثاني طريقة لنعدل سطوع الشاشة، رح نضغط على زر ابدأ، وبعدين لوحة التحكم، وبعدين نختار النظام، وبعدها الشاشة، ورح نلاقي شريط نسحبه لتعديل السطوع. كمان بنقدر نعدلها إذا نضغط على التنبيهات اللي بالزاوية جنب الساعة، وبعدين نضغط توسيع، رح نلاقي الشريط لتعديل السطوع. في حال الشريط ما كان ظاهر عندك بالويندوز، المشكلة بتكون انه كرت الشاشة محتاج تعريف. اذا استفدت من الفيديو لا تنسى تعمل لايك وتشارك الفيديو مع اصحابك. تقدر تشترك بالقناة من هون، وحساباتي بالسوشيال ميديا بتلاقيهم بوصف الفيديو. بنشوفكم بفيديو جديد. سلام.